السلام عليكم. هذا الفيديو غادي نشرح على واحد برودوي اللي الناس بزاف كتقلب عليه. بالنسبه للناس اللي يصنعوا محتوى اللي هو مرئي، كيتكون بجوج حوايج ضروريين: الصوت والصوره. الصوره الا ما كانتش مزيانه نقدروا نحسنوها الا درنا اضاءه زوينه وفرنا واحد الظروف اللي ملائمه باش المشاهد يشوف الصوره اللي مزيانه. كاين فاش كنجيو الصوت، الا كان شي بلاصه فيها الصداع او الصوت ديالو ما مسموعش. ولكن في هذا الفيديو قلت لك واحد برودوي كيحل هذا المشكل، واللي هو عباره عن ميكرو من شركه ديال اوريكس. الميكرو هذا الصراحه اللي عجبني وتعرفوا لي كاملين في هذا الفيديو ان شاء الله. دونك غادي نبداو اول حاجه وهي الانبوكسين. بما ان درنا الانبوكسين قلنا غير نجربو ونشوفو الجوده ديالو كي دايره. تيست الله. ايوا دونك دابا راه كندوي بهاد الميكرو ديال اوريكس. كيف جاكم الصوت؟ تقدروا تكتبوا لي في التعليق كيف جاكم الصوت. دونك دابا غادي نبداو نشرحو بزاف ونتعرفوا على البرودوي كاملين. غادي نبداو بالمميزات ديال البرودوي. دونك هادي هي لا بوكس ديال الميكرو. غادي نشوفو لي زوبسيون اللي فيه وغادي نشرحهم مجموعين. دونك اول حاجه كنشوفو هي سمارت نويز كونسلكشن، يعني هذه هي لوبسيون اللي الصراحه ما كنلقاوهاش في بزاف ديال لي ميكرو، اولا الا لقيتي غادي تلقى الثمن ديالو اللي طالع بزاف. دونك هاد لوبسيون كتخدم باش تحيد لك الصداع اللي كيكون في الخلفيه ديال الفيديو، اولا بطريقه اخرى غادي نقول الميكرو كياخذ لك غير الصوت ديالك وكيحيد الاصوات اللي ما عندهم حتى شي فائده في الخلفيه. 80 دقيقه ديال الشارج كتعطيك 6 سوايع ديال الاستخدام متواصل، والبلوتوث ديال هاد الميكرو كيوصل حتى ل 20 متر ديال البعد، والوقت ديال الترانسميسيون اولا نقل الصوت 0.015. ميكرو كومباتيبل مع اندرويد ولا ايفون على كي جي بي تيب سي ولا لايتنين. لقاو السيت ويب ديال اوريكس في ديسكريبسيون، غادي تقدروا تدخلوا تشوفوا كاع لي برودوي ديالو اللي الصراحة برودوي لي زوينين. غادي نكون وصلنا لهنا ديال الفيديو. من هنا لقدام غتولي تشوفوني بهذا الميكرو هذا، انا اختاريتو باش يبقى معايا في هاد لاشين هادي ان شاء الله. غادي نكونو سالينا، نشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.